يعني في البداية كده قول لنا، هو التطبيق تطبيق سالك بدأ من إمتى وتفاصيل رحلته، وكان الطريق سالك ولا كان في مطبات؟ طيب في البداية هو الفكرة أبليكيشن سالك جات لنا في الأول أنا وشريكي أسامة نجيب، ما قدرش يكون موجود معايا النهاردة. لما كان أسامة موجود في محافظة في مدينة أصوات الجديدة، وبحكم ان هي طبيعه مدينه جديده ما فيهاش وسائل مواصلات، فكان موجود بيأدي احد المصالح، فكان خارج من البنك فكلمني بحكم معرفتي بالمدينه دي، فقال لي انا محتاج مواصله ارجع بيها اسيوط المحافظه. فقلت له ما فيش. فقال لي طب تاكسي. قلت له ما فيش. طب اطلب عربيه خاصه شركه كذا. قلت له للاسف ما فيش عندنا. فجت لنا الفكره من هنا، لقينا ان السوق فيه احتياج كبير جدا عندنا في اسيوط، وكمان بنتكلم على الصعيد عموما بحكم ان احنا موجودين في الصعيد ومنكفر اسيوط زي ما بيقولوا اهل مكه ادرى بشعابها. فلقينا ان في احتياج كبير جدا عندنا لوسائل المواصلات. مفيش حد يوميا ما بيستخدمش وسائل المواصلات مره واثنين وثلاثه واربعه سواء بيروح مدرسه. بس طبيعه الحياه في الصعيد، وصحح لنا بقى النظره ديت يعني ان كانت سليمه او لا، طبيعه الحياه وطبيعه الثقافه العامه برضو تقبل الوسائل التنقل التشاركيه دي ممكن تكون كانت صعبة شوية، ده مطب من المطبات اللي قابلتوها ولا لا؟ هو هنا لما نيجي نبص على الفاليو اللي بتقدمها شركة سالك، فهي بتسد احتياج للناس. حضرتك لك أن تتخيلي أن محافظة أسيوط فيها جامعة أسيوط وفي جامعة الأزهر، مستشفيات الجامعية فيها كمية مصالح حكومية حدث ولا حرج، فالناس دي كل يوم بتواجه مشاكل عشان تلاقي وسائل مواصلات سواء في حركة. في حركة كبيرة جدا، بيزور المحافظة يوميا أكتر من 500,000 مستخدم، ففي احتياج كبير جدا لوسيلة مواصلات بديلة تقدر توفر للناس الحد الأدنى إن هم يوصلوا في ميعاد كويس ما يتأخروش، وتقدر توفر لهم سعر مناسب يقدروا يشتغلوا بيه، وتقدر توفر لهم نوع من أنواع الأمان ويوصلها عند الحاجة بالظبط في أي وقت، ما يستناش ميعاد معين 24 hour. فبالتالي كان النقطة اللي عندنا اللي احنا سببت لنا قيمة كبيرة في السوق، ان احنا سدينا حاجة كبيرة للناس. الناس يوميا على السوشيال ميديا عندنا بتشتكي، يعني الناس كانت متعطشة للفكرة، ما عندهاش تحفظات، ما عندهاش افكار مسبقة، فالامر مشي الحمد لله سالك. طبعا الحمد لله، يعني كمان بحكم ان مجموعة كبيرة من الناس بتاعت اسيوط موجودة في القاهرة وموجودة في اسكندرية بحكم الاعمال، فبالتالي هي تستخدم اكتر من ابلكيشن موجودين في بره اسيوط، فبالتالي النقطه دي لما كانت موجوده في الصعيد فهي كانت نقطه انطلاقه كبيره. الناس تقبلتها بصوره كبيره، بدانا ساعتها نعمل الابلكيشن. عرفوكوا ازاي في البدايه؟ يعني عرفتوا الجمهور عليكوا ازاي؟ عرفنا الجمهور علينا ازاي؟ احنا في البدايه عملنا نموذج اولي من التطبيق بحكم ان احنا شركه ناشئه او لو بادجت، عملنا فكره صغيره من الابلكيشن، وكان يهمنا ان احنا نبدا ننزله السوق ونتعرف عليه. بدأنا ساعتها بنسخة أندرويد، وأنا أتذكر أن أول يوم جينا نجرب فيه الأبليكيشن كان بالسكوتر بتاعي، وكان شريكي أسامة موجود معايا، وإحنا لسه بنتست على الأبليكيشن، كان هو في الكنترول روم وأنا كنت بالسكوتر، كان معايا رحلة ولقينا فيه يافطة كبيرة كده أهلا وسهلا بالتطبيق كذا موجود في أسيوط، تطبيق منافس لي. ده أول يوم إحنا بنجرب الأبليكيشن اللي هو يعني منافس دخلكم ما كانش موجود أصلا. أول يوم احنا بنتست الابلكيشن، فكان اول يوم، انا اتذكر ساعتها كان اول يوم رمضان سنه 2023، فكان عندنا تحدي، احنا محتاجين ننافس، احنا بادئين واحنا عارفين ان مفيش منافس، احنا محتاجين ننافس عملاق من عمالقة السوق. ففكرنا ساعتها بسرعه ازاي نتغلب على المشكله دي، لقينا ان الشركه المنافسه بالنسبه لنا بتقدم نوع واحد من خدمات المواصلات الا هي العربيات الفي اي بي، العربيات المكيفه. جينا احنا قدمنا في البدايه اربع انواع، بدايه من السكوتر، العربيه الاقتصاديه، العربيه الفي اي بي، العربيه الفان اللي هي السبع راكب، والميكروباص بتاخد اسره على بعضها بالظبط، بتاخد اسره وبتكون موجوده في الرحلات، بتاخد الموظفين كمان.
لان احنا بدانا نشتغل على تو موديل عندنا. الموديل الاول اللي هو البي تو سي والبي تو بي. البي تو سي حضرتك تقدري دلوقتي تفتحي الابلكيشن سواء على اندرويد او على اي او اس، تنزلي التطبيق وتطلبي اي نوع من انواع المواصلات دي، والكابتن هتقدري تعرفي الكابتن موجود على مساحه قد ايه، هيجي لك اي كابتن، تقدري تعرفي تكلفه الرحله حتى قبل ما تطلبيها. بالاضافه للجانب الثاني احنا بنشتغل عليه اللي هو البي تو بي، بنشتغل مع هيئات كبيره، بنشتغل مع شركات، بنشتغل مع بعض البنوك الكبيره، فبنقدر نوصل الموظفين بتوعهم. بيكون اتفاق مسبق، بيكون اتفاق مسبق بيننا وبينهم ان احنا هنوصل لكم الموظفين، فبيتجمع 10 موظفين 15 موظف يوميا، بنوفر لهم الوسيله المناسبه، اذا كان عربيه فان لو 7، اذا كان ميكروباص لو 14 راكب، لو حاجه اكبر من كده بنوفر لهم ميني باص. عندنا الحمد لله دلوقتي 9 انواع بنقدر نقدمهم من وسائل النقل، بدايه من السكوتر نهايه كده. حضراتكم يعني يعتبر واعتقد يعني اوسع من بعض الشركات الرائده. ده اللي احنا حاولنا نشتغل عليه عشان يكون لينا ميزه تنافسيه موجودين في السوق، والحمد لله مقسمين الشرايح بتاعه العملاء بتاعتنا، ومعنا فريق عمل قوي جدا جدا جدا. بداتوا 2 دلوقتي، انتوا قد ايه؟ امتى قررتوا انكم تروحوا لتيك ولوزاره الاتصالات علشان محتاجين دعم ما، وكان ايه الدعم؟ طيب بدانا 2 انا واسامه، ومن ثم بدأنا نوسع فريق العمل لغاية ما وصلنا في اللحظة الحالية لحوالي 25 موظف، دول موجودين سواء فول تايم أو بار تايم. بالإضافة أن احنا دلوقتي عندنا ما شاء الله أكتر من 750 كابتن موجودين في الشارع على الأرض بيقدروا ينفذوا الرحلات في أسيوط بس. وإحنا بننفذ رحلات سواء من أسيوط لبر أسيوط، يعني لو حضرتك موجودة في القاهرة ممكن نجيبك، حضرتك موجوده في اسكندريه ممكن نوديك، حضرتك رايحه شرم الشيخ من اسيوط ممكن نوديك. مش بنكفر يعني المحافظه، مش بيتعمل داخليا من جوه اسيوط بس، لا خارجي خارجيا. حضرتك جاي اسيوط هجيبك، حضرتك خارج سوهاج هوديك، ما عنديش اي مشكله. انتوا وفرتوا فرص عمل واديتوا الاحتياج اللي الناس عايزاه، انتوا كنتوا محتاجين ايه علشان تروحوا الخطوه ثانيه وطلبتوها من تيك؟ طيب احنا تيك كان حجر الزاويه في مشروعنا، بداية ان احنا دخلنا معاهم قدمنا في الحاضنة، وكانت منافسة شرسة وشريفة للأمانة مع شركات كتيرة جدا، اكتر من سيشن واكتر من تيست عملناه واكتر من انترفيو، وبنقدم ورق لغاية ما بتقدم يعني شركات تانية، شركات ممثلة حضراتكم بتقدموا نفس الخدمة بتقدم خدمات تكنولوجية، افكار مختلفه ايا كان نوع الافكار اللي بتقدمها، بتدخل تنافس عشان يشوفوا مين الشركه اللي تستحق ان هي تحصل على الدعم المادي والدعم المعنوي وتكون موجوده في الحاضنه. ممتاز. ربنا اكرمنا ودخلنا بدايه من شهر 7 دخلنا تيك، وفروا لنا اول حاجه، وفروا لنا مكان نقدر نمارس فيه كل اعمالنا، التيم كله موجود عندي في تيك، بالاضافه للاجهزه، بالاضافه لكل الخدمات، الانترنت، الكهرباء، الميه، السكيورتي، بالاضافه لقاعات الاجتماعات، وفي مكان مميز يعني مش اي مكان. عندنا في جامعه اسيوط، وعندنا جامعه اسيوط ليها اعتزاز خاص عند الناس، كمان زودت من البراند بتاعنا. حضرتك متخيل شركه ناشئه مقرك فين؟ فانا مقري في شقه في عماره، لا انا مقري في جامعه اسيوط في مركز حاضنه الاعمال في تيك تبع وزاره الاتصالات، فده زود الفاليو بتاعنا بطريقه كبيره جدا، وسهل علينا ان احنا ندخل الشركات ونتعاقد معاها، وسهل الناس تسمع عننا. بالاضافه طبعا للدعم المادي اللي انقذنا للامانه، يعني ان هو احنا شركه ناشئه واكيد صرفنا كل الارقام اللي موجوده معانا، وفروا لنا دعم مالي حوالي 180,000 جنيه، بالاضافه للمنتورز اللي موجودين معانا من دي 1 حتى هذه اللحظه، الكوتشز اللي موجوده هناك اللي موجودين بصوره دايمه، اذا كان دكتور احمد ضاحية والاستاذ محمد هاني موجودين معانا بصوره يوميه، هم بيتابعوا معانا الاعمال بصوره يوميه وبيوجهونا في كل المجالات اللي احنا محتاجينها. ايه اللي بيحتاجه رائد الاعمال من بدايه المشروع لمرحله انه عايز يكبر مشروعه؟ اللي بيحتاجه رائد الاعمال من بدايه المشروع اول حاجه طبعا هو يتوكل على ربنا ويعمل اناليسز كويس لنفسه قبل مشروعه. انا محتاج اعرف ايه نقاط القوه ونقاط الضعف اللي عندي عشان اشوف انا هقدر اتحكم في مشروعي ولا لا، انا بحب اداره المشاريع ولا لا، انا لما همسك مشروع هنجح ولا لا. دي في البدايه.
بعد كده بيشوف الفرص اللي موجوده بالنسبه له في السوق، الفرص سواء فرص ماليه او فرص توسع او فرص انتشار، وبيبدا يعمل الماب بتاعته او الخطه بتاعته، ان هي لازم يكون الهدف سمارت يقدر يحدده، يقدر يقيسه طول الوقت عشان يشوف هو اتقدم ازاي، يقدر يعرف الخطوه اللي جايه بالنسبه له ايه، بيعمل خطه عمل كامله يقدر يشتغل عليها. والحمد لله احنا مثلا في اسيوط عندنا اكتر من مكان بيوفروا لنا الدعم ده، على راسهم طبعا حضرة الاعمال تيك، على صوم مثلا في الفترة الحالية في أكتر من مكان بيدي الدعم ده، سواء دعم مادي أو دعم معنوي، بالإضافة إن احنا موجودين عندنا في أسيوط شريحة كبيرة جدا جدا من العمل إن احنا نقدر نشتغل عليهم. كمية أفكار، كمية شباب خريجين الجامعات. لما أخدتوا الدعم المادي ده حمسكوا أكتر إنكوا مش بس تكونوا موجودين بقى بتوفروا فرص عمل، بتتيحوا للشباب اللي معاه عربية أو ميكروباص او فان او ايا كانت الوسيله انه ينضم لتطبيق سالك في المحافظات المجاوره في الصعيد؟ هو احنا الفتره الحاليه بيجينا طلبات كتير جدا، خاصه من اقرب محافظتين لينا، محافظه سوهاج ومحافظه المنيا، ولكن احنا مركزين في الفتره الحاليه ان احنا المودل نفسه في اسيوط يكون متكامل، عشان لما اقب يعرفوا محافظه تانية كل الباجز اللي موجوده عندي في اسيوط ما تتكررش، تنقل التجربه بالشكل المثالي بالشكل بقلل كل المشكلات. بكون عندي زي موديل بقدر اشتغل عليه. مش حابين نشتغل بالاداره المركزيه لان الكنترول روم كبيره جدا جدا، بدايه من التراكنج اللي بيحصل للكباتن، بدايه من خدمه السي ار ام اللي بنقدمها سواء للكباتن بتاعنا او للشركات بتاعنا. انا عندي فضول يا فندم حضرتك بقى في قلب الموضوع تبقى يعني توضح لنا المنظومه بتحصل ازاي، بدايه لما بطلب انا اعمل ريكوست لحد ما الشريك او الكابتن بيستجيب ليا بس هنشوف الموضوع ده بعدين، بس ده جزء اصيل ليه؟ لان برضه ممكن يبقى في حد بيشوفنا دلوقتي يفكر يعمل مشروع وتبقى منافسين لسالك وللشركات الثانيه. يا اهلا بالمعارك. طيب هنا القصه ان احنا الكنترول روم عندنا احنا بيكون عندنا الداتا بيس بتاعت كل التفاصيل اللي موجوده بينفذها سواء الكابتن او العميل. بيبقى عندنا شاشه فيها تراكنج لكل العمليات، بدايه لما العميل يكون اونلاين على الابلكيشن، فانا بشوف ان العميل ده في احتياج ان هو يكون موجود لي كباتن. يعني انا لو شفت ان انا في منطقه ما، منطقه اكس موجود فيها تقريبا 50 عميل اونلاين، فانا ببدا لو في عجز في الكباتن في المنطقه دي ببدا اوجههم عن طريق التيم ليدر بتاع الكباتن ان هم يروحوا للمنطقه دي، لان العميل ده هيطلب دلوقتي او بيشوف الكباتن اللي موجودين في الاريا بتاعته عشان يطلب بعدين او بيحدد سعر الرحله. بلس اول ما العميل بيطلب الابلكيشن اوتوماتيك بيعمل عمليه الحسابات الخاصه بيه، بيقدر يعرف اقرب كابتن هيكون موجود عنده خلال وقت قد ايه، وبيبلغ العميل، بيحسب تكلفه الرحله بناء على المسافه. بنشتغل بالخرائط العالميه بتاعه الشركه كبيره طبعا كلنا عارفينها، يعني بنشتغل بالخرائط بتاعتها، بيحسب المسافه، بيحسب الوقت، لو في طريق في مشكله بيوجه الكابتن لطريق تاني مباشره، ومن ثم الكابتن عندنا بتجيله الرحله. تطبيق بالعربي ولا بلغه تانيه؟ عربي وانجليزي. عربي وانجليزي. سهل ان كبار السن يتعاملوا معاه؟ لان احنا شفنا في تطبيقات تانية كبار السن غالبا ولادهم اللي بيطلبوا لهم او جارهم اللي يعني في الاغلب ما بيعرفوش قوي يتعاملوا مع التطبيقات، سهل ان كبار السن يتعاملوا معاه؟ هو احنا كان يهمنا الكاستمر اكسبيرينس ان احنا نشوف ازاي العميل بيستخدم الابلكيشن. في البدايه احنا جبنا اكتر من 20 نوع عميل من ضمنهم الفئه اللي حضرتك بتذكريها واديناهم التطبيق، حضرتك تشوف هتقدر تستخدمه ازاي. فكل النقط اللي كانت بتوقف العملاء بفضل اللي احنا حليناها، احنا خدنا وقت كبير جدا. الابلكيشن احنا فكرته بدات ان احنا في 2021 جات لنا الفكره، بدانا نشتغل عليها لمده تقريبا 16 شهر. فكل التفاصيل دي احنا كنا شايفين ان هي ممكن تحصل في السوق، فكنا حابين لما نخرج والمشكلات اللي واجهت العملاء في شركات تانية ما تكونش موجوده عندنا قدر المستطاع. دي نقطه من النقط الاساسيه اللي احنا اشتغلنا عليها، جبنا العملاء وقعدناهم قدامنا، اتفضل الابلكيشن سواء اندرويد او اي او اس وجرب شوف هتستخدمه ازاي. احنا بنشوف لايف مع بعض
طب النقطه دي، طيب انت حضرتك محتاج انك ممكن تطلب بالفويس، فضفنا الجزء بتاع ان الاكسس بتاع الميكروفون، حضرتك لو في مشكله معاك ممكن تكلم خدمه العملاء فهم يشرحوا لك تستخدم ازاي.